حكم قال لا وجه لإقامة الدعوة فأصبحت الأرض بعشرة جنيه كما جاء، وحكم تاني قال بستين جنيه. فإحنا في مجلس الإدارة اختلفنا، أو مش اختلفنا، تناقشنا مع المستشارين القانونيين نمشي وراء أنه حكم. فأنا فضلت أن أنا أمشي وراء الحكم بستين جنيه. ليه؟ وأخلص. لأن لو هقول لا بعشرة جنيه هرجع أدخل دوامة تانية عشر سنين تانيين. بص عشر سنين تانيين قد لا تنتهي لصالحي، قد لا تنتهي لصالحي. فخدنا بالأحوط. أيوة بالأحوط. فقيمة النادي زادت وخلاص، فضلنا قسطين ونخلص القسطين. كلام فارغ. استراتيجيتك انت الشخصية، وانت راجل دخلت معارك كثيرة على المستوى السياسي وعلى المستوى الرياضي وعلى مستوى حتى أعمالك الخاصة، يعني كرجل صناعة كبير، بتتعامل ازاي مع خفافيش الظلام اللي حاربوه؟ منهجك ايه؟ بس ده درس برضو للناس. منهجي الصمت. الصمت. انا مش الصمت لغة العظماء. لا العفو 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 العفو. بص حضرتك دلوقتي انت في ناس بتحاول تشدك او تجذبك يعني وتخرجك عن خطتك او العمل اللي انت بتعمله وهو خدمة اعضاء نادي سموحة. انا بقول اي واحد عايز يدخل نادي سموحة لازم يكون مؤهل، لازم يكون عنده خطة، لازم يكون عنده فكر، لازم يكون عنده تجارب رياضية كبيرة قوي، لازم يدينا برنامج طموح جدا قابل للتحقيق، ويدينا أمارة إنه يتحقق. لأن نادي سموحة وصل لأرقام قياسية مفيش أبدا عمرها ما حصلت إن رئيس نادي في تاريخ مصر يتبرع بأرض نادي ويتبرع بأرض نادي تاني وبناه ناقص 90 مليون جنيه اللي هو في أرض إيه؟ العالمين. اتبرع مش منزل أنا. الأرض دي كانت بتاعتي أنا. الأرض دي بتاعت برج العرب، تنازلت عليها للنادي. النادي دفع قيمتها. دفع قيمتها، قيمتها كام؟ 60 مليون جنيه، النهارده ثمنها 5 مليار جنيه. 5 مليار. على الأقل. ده أنت واخد أجمل منطقة في مدينة برج العرب. برج العرب اللي هتقام فيها مشروعات عملاقة وليها خطط جبارة في خلال هذا العام. يعني برج العرب دي هتتقلب، هتبقى لأن بص توجيهات رئيس الجمهورية جاية من اسكندرية إلى هنا. فطبعا الهيئة الهندسية سيادة اللواء أحمد العزازي مكلف طبعا وعامل شغل جبار، هو مع وزارة الإسكان الوزير طبعا الدكتور عاصم الجزار، شغل جبار في الدولة. بس شغال من فين؟ طلع من اسكندرية وشغال بقى في كل الطريق اللي هو محور التعمير ده، وداخل على برج العرب بسرعة الصاروخ. خدت بس وفي مشروعات ومنتجعات، والدولة عندها خطط هتعمل مدينة رياضية عملاقة وهتعمل منتجعات فظيعة وهتعمل ده الأيام دي مش بكرة ولا بعده. كل ده بينتهي فين؟ في مدينة برج العرب. المركز ايه؟ مدينة برج العرب. انا مش بقولك على القيمة المستقبلية، النهاردة الارض دي تتجاوز قيمتها 6 مليار جنيه بالقيمة السوقية النهاردة. دي اصول وبعدين فيها بقى فيها ملاعب. عندك فكرة ليها مختلفة؟ ما شغالة، بنينا ملاعب باسكت وملاعب فولي وبنينا جامع وكلاب هاوس واربع ملاعب كروكيه وحديقة اطفال وتراك كبير قوي للخيل. عملنا شغل كبير جدا هنا، عملنا شغل جامد قوي ومن خارج ميزانية النادي. ومن خارج، والناس بتيجي كل يوم والناس بتدخل وعندنا فكرة. لسه تقول في فكرة ليه؟ ما هو احنا هنعمل، هو كان مخطط لها حمام سباحة على 5 فدادين وحواليه يعني زي كباين او شاليهات بحيث ان الاعضاء هناك يجوا يقضوا هنا الويك اند. زائد بقى ملاعب، زائد بقى الفكره الجديده اللي انا ما قلتهاش لسيادتك، اللي انا في خلال ايام هتظهر للنور. ودي من خطه برنامج ان هو سموحه 2030، اللي هو الخطه بتاعت سموحه، سواء سموحه الاسكندريه او سموحه برج العرب او سموحه العالمين. حاجة بتقول متبرع بالأرض اللي في العالمين، أنا بقى الأرض بقى هناك في العالمين. طبعا من خلال شركة سموحة العالمين أو مدينة سانتوريني اللي أنا رئيس مجلس الإدارة فيها وأملك 99 أكثر من 99% من أسهمها، هتتبرع بالأرض. الأرض ثمنها 450 مليون جنيه أو 425 مليون جنيه، ناقص 90 مليون جنيه مستهدف نلمهم من أصحاب ال 1850 وحدة أو 1800 وحدة اللي هم أعضاء نادي سموحة اشتروها أو هتتبنى لهم بسعر التكلفة. يعني خدت بسعر التكلفة بالظبط دون مليم واحد
ازيد او انقص دي كده. فمن ضمن الاتفاق ان كل واحد هيدفع 60,000 جنيه تبرع لانشاء هذا النادي. دول يجمعوا كام؟ دول لسه ما تجمعوش خالص والفلوس دي ما جاتش خالص. لما النادي يقوم ولما النادي يظهر للنور ولما اخد التصاريح بتاعه وزاره الشباب والرياضه يبتدوا هم هيدفعوا ال 60 دول. الارض تمنها كام؟ 425 او 450 مليون جنيه. خلاص؟ احنا دفعنا منها كام؟ 105 مليون جنيه. انا دفعت من مواردي الخاصه 105 مليون جنيه لغايه النهارده في هذه الارض. خلاص؟ يبقى هتكمل ال 450 ناقص ال 90 زائد ان هو محتاج اظن لمبلغ مماثل او اكتر او اقل حاجه بسيطه لتكمله انشائه. بالكامل تبرع من مين؟ محمد فرج عامر. لاعضاء نادي سموحه. ده طبعا بالاضافه للحاجات اللي انا يعني عملتها قبل كده او اللي انا بعملها او اللي انا يعني كنت لازم اعملها.